الرحمن الرحيم، نحمد الله تبارك وتعالى بجميع محامده، ونصلي ونسلم على صفوة خلقه سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، حياكم الله أيها الأحبة الكرام على مائدة القرآن وفي طاعة الرحمن سبحانه جل وعلا، سائلا ربي عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وبفضل الله تبارك وتعالى، هذا هو اللقاء رقم 501، وهو نفس رقم الصفحة الكريمة، وما زلنا في رحاب سورة الجاثية، وهي الآية الكريمة التي استمعنا إلى تلاوتها. قال تبارك وتعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وهذا خطاب للحبيب صلى الله عليه وسلم، والمعنى: انظر أيها الرسول إلى من اتبع هواه وجعله بمنزلة المعبود له الذي لا يخالفه، فقد أضله الله على علم منه. والهوى أيها الأحبة هو من أعداء الإنسان الأربعة، كما قال الشافعي رحمه الله: إني ابتليت بأربع ما سلطت إلا لعنوتي وشقائي، إبليس ونفسي والدنيا والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعداء. الهوى عدو لك، ولذلك حذر الله تبارك وتعالى نبيا كريما من اتباع الهوى، فقال جل وعلا لداود عليه السلام: يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وحذر الله تبارك وتعالى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من اتباع الهوى، بل ومن اتباع أصحاب الأهواء. أصحاب الأهواء دولت ملكش دعوة بهم خالص. قال تبارك وتعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. في الهوى، الهوى مذموم في كتاب الله عز وجل، ما من آية في كتاب الله تبارك وتعالى ذكر فيها الهوى إلا وذكر على سبيل الذم، بل هناك من صار كأنه يعبد الهوى من دون الله عز وجل. إيه هو الهوى؟ هوى النفس، نفسك بتميل إلى المعاصي والسيئات. ولذلك قال الله تبارك وتعالى في سورة النازعات: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن إيه؟ عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. نفسك بتهوى أمور معينة، النفس أمارة بالسوء، فالمؤمن يخالف هوى النفس فينجو بإذن الله عز وجل. فهناك من ترك وترك في اتباع الهوى إلا إلى أنه صار يعبد الهوى من دون الله. ولذلك قال الله عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلهه هوى وأضله على علم منه، وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلب. الله تبارك وتعالى على علم لأنه يستحق الإضلال، وختم على قلبه فلا يسمع سماعا ينتفع به. ممكن بيسمع القرآن وبيسمع المواعظ والخطب والخطب وأحاديث، ومع ذلك هو لا ينتفع بهذا الايه، بهذا السماع، لأنه لا يسمع سماع قبول. يبقى وختم على سمعه، نعوذ بالله تبارك وتعالى من ذلك، وقلبه، وختم كذلك على قلبي فلا يسمع سماعا ينتفع به، وجعل الله على بصره غشاوة، يعني غطاء يمنعه من إبصار الحق. الناس كلها أهل الإيمان والطاعة شايفين الحق حق، إنما هذا يرى الحق إيه؟ يرى الحق باطلا، شايف الحق كده بالنسبة له يراه كأنه باطل، شايف الملتزمين وأهل الطاعة والمستقيمين على طاعة الله تبارك وتعالى كأنهم محل إيه؟ سخرية. فهذا يرى الحق إيه؟ باطلا والعياذ بالله. يبقى وجعل على بصره غشاوة، يبقى غطاء يمنعه من إبصار الحق، فمن يهديه من بعد الله. ده إذا كان القرآن ما هوش مؤثر فيه، المواعظ والخطب وكلام النبي صلى الله عليه وسلم كل ده مش مؤثر فيه، فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون، يعني فمن الذي يوفق للحق بعد أن أضله الله، يعني عدلا من الله تبارك وتعالى لما اطلع الله تبارك وتعالى على سريرته. أفلا تتذكرون ضرر اتباع الهوى ونفع اتباع شرع الله جل وعلا.
فقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا، وما يهلكنا إلا الدهر، وما لهم بذلك من علم، إن هم إلا يظنون. يعني قال هؤلاء المنكرون للبعث: ما الحياة إلا الحياة الدنيا فقط، فلا حياة بعدها، تموت أجيال فلا تعود وتحيا أجيال. خلي بالك، في من المنكرين أو من أهل الإلحاد اللي بيقولوا نفس الكلام ده في أيامنا هذا، مع انتشار يعني الدعوة، مع انتشار القرآن وكل ده، وبرضه في أهل الإلحاد وبيقولوا كلام زي كلام الكفرة، زي كلام الإيه الكفرة، إن هي إلا حياتنا الدنيا، يعني إنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع. بيقولوا كده، إنما هي أرحام تدفع وأرض إيه تبلع، يعني الدنيا ديت أكنهم في الدنيا كده وخلاص، يولد ويفعل ما يشاء ثم يموت، وكأنه غير مكلف من الله جل وعلا. يبقى ويقولون وما يهلكنا إلا الدهر، يعني وما يميتون إلا تعاقب الليل والنهار، وليس لهم على إنكارهم للبعث من علم، إنهم إلا يظنون، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. يعني وإذا تقرأ على المشركين المنكرين للبعث آياتنا واضحات، ما كان لهم من حجة يحتجون بها إلا قولهم للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه: أحيوا أحيوا لنا أباءنا الذين ماتوا إن كنتم صادقين في دعوى أننا نبعث بعد موتنا. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعني قل لهم أيها الرسول: الله يحييكم، الله تبارك وتعالى يحييكم بخلقكم، ثم يميتكم، ثم يجمعكم بعد موتكم إلى يوم القيامة للحساب والجزاء، ذلك اليوم الذي لا شك فيه أنه آت، ولكن معظم الناس لا يعلمون، لذلك لا يستعدون له بالعمل الصالح. ولله ملك السماوات والأرض، ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون. لله تبارك وتعالى وحده ملك السماوات وملك الأرض، فلا يعبد بحق غيره فيهما، سبحانه جل وعلا فلا يعبد بحق غيره فيهما. ويوم تقوم الساعة التي يبعث الله فيها الموتى للحساب والجزاء، يخسر المبطلون يعني أصحاب الباطل الذين كانوا يعبدون غير الله ويسعون لإبطال الحق وإحقاق الباطل، يسعون في الأرض فساد، عايزين يخلوا الباطل حق ويخلوا الباطل إيه؟ الباطل حق. وهذه الآية آية مطمئنة لأهل الإيمان والطاعة. ويومئذ يخسر المبطلون، يبقى بالمفهوم الآية إن في هذا الوقت كذلك يفوز إيه؟ يفوز المفلحون، يفوز الطائعون، يفوز الصالحون، وكذلك يخسر إيه؟ المبطلون. وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. يعني ترى في ذلك اليوم كل أمة باركة على ركبها تنتظر ما يفعل بها، من الرعب ومن شدة الخوف جميع الأمم تكون باركة على إيه؟ على الركب. وترى كل أمة جاثية، يعني باركة على الركب بتاعتها، يعني رعبا وخوفا من أهوال يوم القيامة ومن هذا اليوم العظيم يوم الحساب. كل أمة تدعى إلى كتاب أعمالها الذي كتبه الحفظة من الملائكة اليوم تجزون أيها الناس ما كنتم تعملون في الدنيا من خير وشر. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. يعني هذا كتابنا الذي كانت ملائكتنا تكتب فيه أعمالكم، كتاب كتاب الحسنات والإيه والسيئات، يشهد عليكم بالحق فاقرؤوا. إن كنا نأمر الحفظة أن تكتب ما كنتم تعملون في الدنيا، في كل مجلس
وفي كل خطوة خطوتها وفي كل مكان ذهبت إليه هي بتسجل عليك، وكل كلم بيسجله عليك يعني إيه كل ما تفعل سواء كان من طاعة أو معصية. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات، اللهم اجعلنا منهم، فيدخلهم ربهم في رحمته، ذلك هو الفوز المبين. يبقى فأما الذين آمنوا، ودايما بنقول الإيمان يأتي في القرآن مع إيه؟ يأتي مقترنا بالعمل، يعني مفيش إيمان من غير إيه؟ من غير عمل. يبقى الذين آمنوا وعملوا الأعمال الصالحات فيدخلهم ربهم سبحانه في رحمته، يعني في جنته برحمته سبحانه جل وعلا. لأن دخول الجنة برحمة الله ولا بالعمل اللي أنت عملته؟ برحمة الله عز وجل. دخول الجنة برحمة الله تبارك وتعالى. أمال الجنة درجات، يبقى الترقي في درج الجنة بالعمل، عشان تجمع ما بين الإيه؟ الآثار الأحاديث. يبقى دخول الجنة برحمة الله عز وجل، إنما الترقي في درج الجنة فهو بالعمل اللي أنت عملته في الدنيا. هو العمل ده واحد كان بيعمل أكتر منك، هو بيكمل وأنت ما بتكملش، هو بيحرص على مجالس الذكر زي دي وهو ما بيحرصش، يبقى هنا بقى يأتي الترقي في درج الإيه؟ في درج الجنة، والله أعلم كما قال العلماء. ذلك هو الفوز المبين، يعني الفوز الواضح الذي لا يدانيه فوز. وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. الفريق الثاني بقى، وأما الذين كفروا بالله فيقال لهم تبكيتا لهم ألم تكن آياتي تقرأ عليكم فتعاليتم على الإيمان بها وكنتم قوما مجرمين تكسبون الكفر والأثام. مش انتوا كنتوا بتسمعوا القرآن، كنتوا بتسمعوا المواعظ، فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن ظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. يعني وإذا قيل لكم إن وعد الله حق، الذي وعد به عباده أنه سيبعثهم ويجازيهم حق لا مرية فيه، والساعة حق لا شك فيها فاعملوا لها، قلتم ما ندري ما هذه الساعة إن ظن إلا ظنا ضعيفا أنها آتية وما نحن بمستيقنين أنها ستأتي. للأسف بين الحين والآخر يطلع لي واحد واسمع منه كلام زي كلام الكفرة ده بتاع زمان، سبحان الله. حتى في أيامنا دي أبص ألاقي واحد يقول لي فعلا إحنا هنبعث، فعلا إحنا هنبعث، فعلا أنت عندك شك في كده؟ سبحان الله، يسأل الله عز وجل العفو والعافية، يقول لي إحنا فعلا وإحنا بعد ما نموت يا شيخ فعلا ربنا هيصحينا وحاسبنا وجنة ونار، والكلام ده صحيح اللي بنسمعه ده؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا من أمور الإيه؟ من أمور الغيب. والله عز وجل قال في بداية سورة البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، أول صفة إيه؟ الذين يؤمنون بالغيب، فنحن نؤمن بذلك الغيب. يستفاد من الآية الكريمة رقم واحد اتباع الهوى يهلك صاحبه ويحجب عنه أسباب التوفيق، اتباع الهوى. رقم اثنين هول يوم القيامة. رقم ثلاثة الظن لا يغني من الحق شيئا خاصة في مجال الاعتقاد، يعني ما ينفعش الإنسان يكون عنده إيه مجرد ظن كده أو الكلام، يعني الله أعلم هيحصل ولا مش هيحصل، لا هيحصل إن شاء الله كما أخبر الله عز وجل في كتابه الكريم. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بناصيتنا للبر والتقوى، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.